دخول الاحتراف كرة القدم المصرية غير معالم اعتماد الأندية على قطاع الناشئين، وأصبحت السياسة المتبعة هي التعاقد مع اللاعب الجاهز القادر على صنع الفارق مع تقلص دور قطاع الناشئين. وبالنسبة للوضع في الأهلي، نجد تقلص دور المواهب الشابة في قطاع الناشئين والاعتماد الأكبر من خلال العناصر الوافدة من أندية الدوري أو الأجانب. حتى أبناء النادي نجدهم يخرجون لخوض تجارب خارج القلعة الحمراء، سواء بالبيع أو الإعارة، قبل الاستعانة بهم من جديد. بالنظر لقائمة الفريق الأحمر الحالية، نجد نتاج قطاع الناشئين ممثل في كل من محمد هاني وحسام عاشور، ولم يلعب لأي ناد آخر بخلاف الأحمر، بينما يتواجد عدد آخر من أبنائه الذين لعبوا لأندية أخرى قبل العودة، سواء بالتعاقد أو انتهاء إعارتهم، مثل محمد الشناوي وشريف إكرامي ومحمود كهربا وكريم ندفد وسعد الدين سمير ورامي ربيعة ورمضان صبحي. أما باقي القائمة فنجدها من عناصر تعاقد معها النادي من داخل مصر أو خارجها، والتي تمثل القوة الضاربة للفريق في جميع المراكز. الأهلي بدأ في السنوات الأخيرة الاستفادة من ناشئيه من خلال إعارتهم لأندية الدوري وإعادتهم من جديد، ولكن لغة الاحتراف جعلت الوضع يتغير بجانب اعتماد المدربين على اللاعب الجاهز.